أكدت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة الأخبار المتداولة بخصوص إجراءات محادثات مع 3 مساهمين في شركة الطاقة الإسبانية ناتروجي بهدف الاستحواذ المحتمل على الشركة. وقالت الطاقة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية إنها تجري مناقشات مع شركة كريتيريا الإسبانية القابضة فيما يتعلق بالتعاون المحتمل بخصوص ناتروجي، وأضافت أنها تجري مناقشات مع صندوقي الاستثمار المباشر CVC وGIP فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على أسهمها في ناتروجي. وأوضحت أنه في حال حدوث هذا الاستحواذ فسيؤدي ذلك إلى تقديم عرض لجميع أسهم ناتروجي، منوهة إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.